احنا عندنا حاجة عرف او قاعدة كده بنسمعها كتير، فكرة ان ربنا مش هيفضح حد الا ما يكون رصيد ستره خلص. المعنى ده يا دكتور ابراهيم فيه معاني في داخله مغلوطة كتيرة جدا، فعايزين نوضح لان ابعاده حقيقي ممكن توصل لكشف ستره وهتك اعراض، فياريت حضرتك تقول لنا رأيك فيه. هي يعني مسألة ان رصيد الستر خلص مش بتاعتنا مش بتاعتنا مبدئيا. هو انا ممكن اسال سؤال اعرف من خلاله هو الرصيد خلص ولا ما خلص. هسال سؤال اول، طب وانا رصيدي كام من الستر؟ لو مثلا الرصيد ده مثلا 100 وحده، طب انا وصلت لاني وحده؟ اي حد هيرد عليا يقول لي ما اعرفش. لكن احيانا لما تقال هذه الكلمه بنقولها ليه او ناس تقولها بيقولوها ليه؟ كان هما بيبعتوا رساله ترهيب وتحذير للي قدامهم، خلي بالك ما تستعجلش كشف سترك. وده هيربطنا بعد كده وهنتكلم عنه، ان ازاي في ناس بتطلب ستر، في ستر دلوقتي في المعصيه وستر عن المعصيه، وفي انواع كتيره جدا من الستر. الانسان عايش في بيته مستور، فحضرتك ما تعرفيش انا في بيتي عايش ازاي فربنا سترني، ما تعرفيش انا معايا ولا ما معيش، ما تعرفيش انا اجتماعيا علاقتي باهلي ايه ايه ايه، مستور اسرار اسرار سبحان الله. وعلاقات، وهنا وربنا بيعز الانسان فانا مستور، فانا مستور، فده ستر عيوب عموما. كذلك ستر، ستر عن المعصيه وستر في المعصيه، الخاصه والعامه. اغلب الناس بيبحث عن الستر ويدعي ربنا ان ربنا يستره في المعصيه علشان ما يسقطوش وما يقعوش من نظر الخلق. لكن صح. الخاصة والناس المقربين من ربنا سبحانه وتعالى بيدعو ربنا أن يسترهم عن المعصية علشان ما يسقطوش من عين الحق. المعنى رائع يا دكتور إبراهيم. وده كلام سيدنا ابن عطاء الاسكندري، فإحنا بننقل بس ربنا يعني يكرمنا وينفعنا بهم ربنا دنيا وآخرة. حضرتك يا رب. فبالنسبة للستر، الناس فاكرة أنا مدعي ربنا أن ربنا يسترني، في ستر عن المعصية وستر في المعصية. يسترك عن المعصية يبعدك عنها علشان ما تتذوقش المعصية وتتذوق مرارة المعصية وبعد كده تكون سبب في بعدك عن الله سبحانه وتعالى وفي القرب الحاصل بينك وبين ربنا. ده ستر اللي بيطلبه مين؟ بيطلبه الخاصة. ستر بقى في المعصية، بيعمل معصية معينة، ربنا يتوب علينا وعلى العصاة والمذنبين وعلى الجميع يا رب العالمين. آمين. فهو طالب من ربنا يا رب استرني ولا تفضحني، ماضي خايف منه، حاجة عملها كبيرة وأذنب ذنوب عظيمة، فيا رب انا خايف الفضيحه تلحقني وخايف من الذنب يلحقني. وده هنقول عليه وهنبينه دلوقتي باذن الله، مساله ان انا مش عايز اتفضح اعمل ايه، هنبينه دلوقتي. لكن خلينا نتكلم في النقطه اللي حضرتك كلمت فيها واثرتيها، مساله رصيد الستر. رصيد الستر ده محدش يعرفه، لكن انا دلوقتي علشان احافظ على الستر اللي ربنا اعطاه لي اعمل ايه؟ فلما انسان يقول حافظ على رصيدك من الستر، لان كل واحد منا ليه رصيد من الستر، انا هقول لحضرتك علشان ما تتفضحش تعمل ايه. طب هل ممكن قبل ما ندخل في كيفيه ان احنا بقى ازاي نحمي نفسنا وزي ما بنقول بنعلي رصيد الستر، ممكن نوضح الجزئيه دي يا دكتور ابراهيم في حاجه؟ ان احنا دايما احكامنا بناخد بظاهر ظواهر الامور، في كون ان علم الله لا يفسر بالبساطه دي. كويس. يعني احيانا احنا نشوف حد وقع في ابتلاء ان هو اتفضح فيه، فنقول خلاص ده كده رصيد ستره خلص. نعم. لو اخذنا مثال، لان احنا ما نعرفش هل ده ابتلاء ولا ده اول مره ذنب يحصل ولا مش ذنب وظلم، سيدنا يوسف لما دخل السجن احنا بتفكيرنا احنا البشري نقول رصيد الستر خلص، وهو سيدنا يوسف تعرض لابتلاء قوي جدا وقعد سنين طويله في السجن. فبمفهومنا بقى عن نظريه رصيد الستر خلص، بمجرد ان احنا نشوف شخص ربنا ابتلاه ابتلاء صعب، ده نظريا وتفسيرنا ليه غلط، فاحنا عايزين نوضح المعنى ده. طيب هو كلام حضرتك رائع، بس عايزين برضو نقول حاجه تاني. يعني ايه سيدنا يوسف رصيد ستره؟ الناس بتقول كده، دي مش يعني ما عندهاش منطق. لا، الناس مش بتقول كده، ده نعم. انا بضرب مثال بفكره ان احنا ساعات نقوم شايفين فضيحه فلان، نعم، نقول خلاص ده كده رصيد ستره خلص، هو كل ان ربنا فضحه يبقى معناه ان هو عامل مصايب قبل كده، وممكن فلان ده يبقى فعلا مظلوم اصلا. فبدي مثال بسيدنا يوسف. طيب هو التسرع في الحكم على الناس والحكم على الناس وتصيد الاخطاء لهم وتتبعهم والتجسس عليهم، كل ده ليس من أخلاق المسلمين مبدئيا. طيب دلوقتي أنا عندي إنسان وقع في الذنب،
او اتفضح او غيره، انا واجب ايه؟ اولا انا ما احكمش عليه، لان احيانا قد يكون ده مظلوم، ما كنش حقيقه، ما كنش ثبتت. وده حاصل في قصه ام المؤمنين السيده الطاهره المطهره المبجله، امنا السيده عائشه رضوان الله تعالى عليها، في حادثه الافك بالظبط. ده كان ابتلاء لها في هذا الوقت، وكان تربيه للامه الاسلاميه في ذلك الوقت. لو حصل حاجه زي كده تتعاملوا معاها ازاي؟ فين الشبهات اللي انتوا بتنشروها؟ ومساله نشر الشائعات، انت تاكدت من الاخبار قبل ما تقولها؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات وانفسهم خيرا. وبعدين انت شايف ان اللي اتفضح ده يعني انت احسن منه؟ انت على راسك ريشه مثلا، ولا انت مميز عنه في ايه؟ هو انا لو قلت زي ما قال ابليس انا خير منه خلقتني، خلاص ده عليه اللعنه، وكل من اتبعه الى يوم القيامه ملعون. بقى ذنب اعظم. مساله انك تقول انا خير منه دي انا خير منه دي في حد ذاتها مشكله عظيمه. دخل في كبيره من الكبائر. جدا. ليه؟ ايه السبب؟ الانسان دلوقتي، الانسان عندما يقع اخاه في الذنب، انا ممكن اطرح عليك سؤال، لما انسان يكون حضرتك قدام حضرتك بيغرق او وقع في حفره، المطلوب مني ومن حضرتك ايه؟ ننقذه. بس. لكن هنتكلم بقى عن مساله المجاهر، ده حاجه تاني. لكن الانسان دلوقتي زل، الانسان لولا ستر الله سبحانه وتعالى لافتضح. انا ممكن اعيش كده واقعد مع نفسي، اي حد حتى اللي بيتفرج علينا من الناس وبيشاهدنا الان، كم مره ربنا سترك؟ كم مره ربنا سبحانه وتعالى ما كشفش ستره عنك؟ اقعد كده واسرح بخيالك شويه قد ايه ربنا سبحانه وتعالى سترك، وكم مره تجرأت وربنا سبحانه وتعالى عصمك وسترك وما كشفش ستره عنك امام الناس. لو الانسان قعد كده مع نفسه استحاله ينشغل ابدا بالخلق ويدور ابدا على تبعاتهم ويتتبعهم ويتجاسس عليهم وينشر فضايحهم، هيقول في نفسه ياه ده أنا ربنا سترني قوي، وهيبص للموضوع بنظرة مختلفة، يا رب لا تكشف سترك عني. الإنسان يقعد كده مع نفسه يفكر في 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 في, في كم مرة ربنا ستر عليه، وهو مش هينظر للناس النظرة ديت ولا يحكم عليهم، لأن قد يكون شائعة، قد يكون هذا ظلم ولا يكون حقيقة، وقد يكون هذا برضو من ربنا سبحانه وتعالى رحمة. إنسان عمل ذنب وهو فعلا عمل ومش مظلوم ولا شائعة ولا أي حاجة، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى الأول والأولى، ودايما القاعدة الكبيرة إن ربنا ستير. ففي بعض الحالات ممكن ربنا يكشفها مثلا من أول مرة أو على طول يعني. طب ليه؟ مش عايزه يكرر الذنب، ومش عايزه يستمرئ الذنب، ومش عايزه يبقى يذوق حلاوة الذنب وبعد كده يصعب عليه إن هو إيه؟ إن هو يخرج منه. فبالتالي بيحصل إيه معاه؟ بيخرج بدري ويبقى ظاهر للناس، ما يكملش فيظهره للناس، وده بيكون ابتلاء ليه، وبعد كده ربنا بيرقيه بهذا الابتلاء. وهنعرف دلوقتي الابتلاء سببه ايه، زي ما حصل مع سيدنا يوسف عليه السلام.